حالتنا بتتابع بجولة على أبرز برامج الام تي في لليلة، ورح ببدأ حديثي لليوم عن عاطل عن الحرية مع الزميل سمير يوسف يلي بتتابعوه بسلسلة جديدة، الحلقة الثالثة من هالسلسلة الجديدة ليلة الساعة 10 إلى ربع. ليلة رح نحكي عن العنف الأسري، وبعد ما طرح سمير يوسف عدد من القضايا بين قضية عبرة والاعتداءات الإرهابية وقضية السجين علي حسن فقيه الإنساني بحلقة مؤثرة، ليلى بيحكي عن ظاهرة جرائم العنف الأسري يلي بكل أسف موجودة بكل المجتمعات من بين مجتمعنا اللبناني. رح يحكي أكثر عن مقتل أو جريمة قتل نسرين روحانا يلي هزت الرأي العام اللبناني. شو رح يقول زوجة جان ديب بعد 4 سنين على هالجريمة؟ وطبعا رح بيكون في إعادة تمثيل للمشاهد، رح نحكي عن الدوافع وعن الأسباب. هالحلقة رح بتكون من بطولة الممثل هشام أبو سليمان والممثلة زينة زيادة، كما رح بيكون في إطلالة خاصة لقاضي المتن رالف كركبي يلي تابع عن كثب ملف قتل نسرين روحانا. كل التفاصيل لكن الليلة على 10 إلا ربع. أما على الساعة 7 المساء فرح بتابعوا حلقة جديدة من اخترب الحي، وبمضمونة رح نركز أكثر أو رح تركز الحلقة على هويدا يلي عم تبحث عن حل مع جمال، فهل رح بيكون الطلاق؟ مجموعة كبيرة من الوجوه اللبنانية الشابة بتشوفوها بهالمسلسل وأحداث أكيد بتحبوها. لكل يلي بعد ما حضروا أو لكل يلي حضروا عبالهم يحضروا مرة تانية فيهم يتابعوا، فيكون تابعوا خلال الموسم الصيفي بهالإعادة. خلينا نشوف مشهد من حلقة ليلى من اخترب الحي. نور اليوم. الله يوفقكم مع بعض يا ابني. كريم كيفك؟ منيحة. أنت كيف كان مشوارك؟ منيح ماشي الحال. أنت كيف كان نهارك؟ كتير منيح. وشو الأخبار أنت وفادي؟ يعني لحد هلأ ماشي الحال، تصرفاته معي تغيرت وحكيه تغير، يعني بدك تقول كأنه شلت شخص وحطيت واحد تاني مطرحه. وأنت مبسوطة كارول؟ إيه مبسوطة. وأنا كمان، أنا مبسوط إنه رجعتوا لبعض، وإن شاء الله ما بتعودوا تتخانقوا أبداً. كريم ليه زعلان؟ أنا ماني زعلان. ما تعلمنا عليك. بلا زعلان، وزعلان كتير كمان. لا لا أبداً ما في شيء. طيب كريم بليز خبرني مثل ما أنا بخبرك مشاكلي، خبرني أنت كمان عن مشاكلك. أنا مشاكلي كتيرة وكبيرة. أوف هالقد؟ وأكتر. طيب خبرني بركي بقدر ساعدك. هذا بدني كله بيقدر يساعدني. شو مبين جاد بكير؟ إن شاء الله مش الحال. ماشي الحال. لكن شو بك لهيك وجهك اسود؟ لا لا ماشي. بس بحلقتنا لليوم من لايف رح نضوي اكثر على احتفالات بلده بقع كفره بعيد ميلاد شفيع القديس شربل مع الزميله ماجي مخلوف، ورح نروح بمشوار مع انطوني الحيل على ارمينيا، وتقريبا على الوحده وثلث بيكون ضيفنا جورج خباس تنحكي اكثر عن عمله الجديد يلي رح يقدمه بعلبك، بالإضافة لفقرات عديدة وكثيرة ما لكم غير تتابعونا.